نستمع الجميع الآن إلى خطاب النقيب صاحب الفخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، وأطلب من المراسم أن تتفضل بمرافقة فخامتي. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, and invite him to address the Assembly. And invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد موجينس ليكوتوفيت رئيس الجمعية العامة، معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة، جئتكم اليوم من فلسطين لأدق ناقوس الخطر لما يحدث في القدس، حيث تقوم الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحاماتها المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك بهدف خلق وضع قائم جديد وتقسيم زمني يسمح للمتطرفين المحميين من قوات الأمن الإسرائيلية وبمرافقة وزراء ونواب كنيست بالدخول إلى المسجد في أوقات معينة، بينما يتم منع المصلين المسلمين من دخوله في تلك الأوقات ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية بحرية. هذا هو المخطط الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية على تحقيقه، مخالفة بذلك الوضع القائم منذ ما قبل عام 1967 وما بعده، بل ومرتكبة بذلك خطأ جسيما، لأننا لن نقبل بذلك، وشعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذا المخطط الذي يؤجج مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في كل مكان. إنني أدعو الحكومة الإسرائيلية وقبل فوات الأوان التوقف عن استخدام قواتها الغاشمة لفرض مخططاتها للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبخاصة المسجد الأقصى، لأن ذلك سيحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، ويفجر الأوضاع في القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. السيدات والسادة، يشرفني أن ألقي كلمة دولة فلسطين أمام جمعيتكم الموقرة في هذه الدورة التي تصادف الذكرى 70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، والتي جعلت حماية السلم والأمن الدوليين وصون حقوق الإنسان من أهم أهدافها، وقد كانت قضية فلسطين من أولى القضايا العادلة التي طرحت على الأمم المتحدة منذ إنشائها، ولكنها مع الأسف بقيت وحتى اللحظة دون حل، إذ لم تنجح المنظمة وأعضاؤها في رفع الظلم عن شعبنا وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة الحرة ذات السيادة. السيدات والسادة، إنني أدعوكم لمراجعة تاريخ قضية فلسطين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها لإدراك الحقيقة الساطعة بأن ظلماً تاريخياً لحق بشعب ووطن له إسهاماته الفكرية والثقافية والإنسانية،
وعاصمته القدس الشرقية بوابة الأرض نحو السماء، فهو شعب لا يستحق أن يحرم من وطنه وأن يموت في المنافي أو تبتلعه البحار وينتقل من لجوء إلى آخر، وأن تظل قضيته العادلة تراوح مكانها كل هذه السنين. إن شعبي يعلق الآمال على دول هذه المنظمة لتمكينه من نيل حريته واستقلاله وسيادته، ليتحقق هدفه وحقه في دولة خاصة به كباقي شعوب الأرض، وكذلك حل قضية لاجئيه وفق قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية. فهل هذا كثير علينا؟ السيد الرئيس، السيدات والسادة، نحن طلاب حق وعدل وسلام، وإن قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين الذي بموجبه أقيمت إسرائيل منذ 67 عاماً لا زال الشق الثاني منه ينتظر التنفيذ، فدولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة تستحق اعترافاً كاملاً وعضوية كاملة. فلا يعقل وبعد أن قدمنا التضحيات الجسام، فلا يعقل وبعد أن قدمنا التضحيات الجسام وصبرنا كل هذه السنين على ألم اللجوء والمعاناة وارتضينا أن نصنع السلام وفق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية والقانون الدولي وخطة خارطة الطريق، أن تظل قضية فلسطين تنتظر كل هذه العقود دون حل. هل هذا معقول؟ سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به، لأنه يعني الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، حيث تواصل وبشكل غير قانوني توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية وبخاصة في القدس الشرقية المحتلة، ولا زالت مستمرة في حصارها لقطاع غزة، الأمر الذي يفاقم حجم المعاناة التي يعيشها أهلنا هناك، غير عابئة بقرارات الأمم المتحدة أو الاتفاقات الموقعة بين الجانبين بيننا وبينهم برعاية دولية. وتنكر، ونحن هنا نريد أن نذكر بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين في عام 1976، إسحاق رابين، إن إسرائيل ستصبح دولة أبارتايد إذا استمرت في احتلالها للأرض الفلسطينية. ووصف المستوطنات إسحاق رابين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية بالسرطان. إسحاق رابين يقول هذا، لماذا يفعلون بنا ذلك؟ إن استمرار هذا الأمر يدعونا للتساؤل، هل تصويت دول ديمقراطية عريقة ضد القرارات الخاصة بفلسطين وبحقوقها المشروعة يخدم السلام ودعاته ممن يؤمنون بحل الدولتين؟ أم أنه يخدم ويشجع المتطرفين ويزيدهم حقداً وعنصرية ويجعلهم يشعرون أنهم فوق القانون لدرجة إقدامهم على حرق عائلة فلسطينية، حرق عائلة كاملة في بلدة دوما في الضفة الغربية، والتي أودت بحياة الطفل الرضيع للدوابشة ووالده ووالدته، ولم يبقى من العائلة إلا الطفل اليتيم
أحمد ابن الأربعة أعوام، يرقد بين الحياة والموت في المستشفى نتيجة حرقه، ولا زال القتلة طلقاء ولم يتم اعتقالهم إلى الآن. أين العدالة؟ أين دولة الديمقراطية التي تقول إنها دولة ديمقراطية ودولة عادلة ودولة القانون؟ وهذه ليست الجريمة الأولى، فقبلها قاموا بحرق ثم قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير في القدس، والطفل محمد الدرة في غزة، وآلاف من قبلهم قد قتلوا في غزة والضفة. ولازلنا نذكر مذبحة دير ياسين في عام 1948 وغيرها، وجميعها جرائم مرت دون عقاب. فإلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي ودون محاسبة؟ إلى متى؟ لا أريد بسبب ضيق الوقت أن أسرد عليكم هنا كم هي الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا، وكم من القوانين القمعية التي تصدر عن حكومات إسرائيل، وآخرها تعليمات حكومية رسمية بإطلاق النار الحي والاعتقال والتنكيل بالمتظاهرين السلميين من الفلسطينيين. أين يحصل هذا؟ ولماذا يحصل هذا؟ السيد الرئيس، السيدات والسادة، إننا لا نرد على الكراهية والوحشية الإسرائيلية الاحتلالية بمثلها، بل نعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش بين شعبنا وفي منطقتنا، ونتوق لأن نراها وشعوبها كافة تنعم بالسلام والأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وهنا، وهذا لا يتحقق مع استمرار الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري وحرق البشر، هذا جديد، حرق البشر ثم قتلهم، وأماكن العبادة والبيوت، وقتل الشباب والأطفال الرضع، وحرق المزروعات، والاعتقال دون تهم أو محاكمة. كيف تستطيع دولة تزعم أنها واحة للديمقراطية وتدعي أن لديها محاكم وأجهزة أمن تعمل وفق القانون أن تقبل بوجود عصابات معلنة معروفة، ما يسمى بتدفيع الثمن، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تمارس الإرهاب ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، وهي جميعا تحمل تحت سمع وبصر الجيش والشرطة الإسرائيلية دون رادع أو عقاب، بل إنهم يوفرون لها الحماية والرعاية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، أما آن لهذا الظلم أن ينتهي؟ أما آن لهذه العذابات أن تتوقف؟ أما آن لهذا الجدار العنصري العازل أن يفكك ويزال؟ أما آن لنقاط التفتيش والحواجز المذلة والمهينة التي يقيمها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا أن تزول، وأن يرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وأن يتنقل أبناء شعبنا بحرية وكرامة في وطنهم وخارجه؟ أما آن لهذا الاستيطان الاحتلالي والعنصري والإرهابي لأرضنا والذي يعيق حل الدولتين أن يزول؟ أما آن لستة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية أن يروا نور الحرية والعيش بين أهلهم وذويهم؟ أما آن لأطول احتلال في التاريخ جاثم على أنفاس شعبنا أن ينتهي
أما أنا له أن ينتهي. نحن نسألكم هذا السؤال. السيد الرئيس، السيدات والسادة، رغم ما يضعه الاحتلال من عقبات، رغم كل هذا، فإننا ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وإلى هذه اللحظة نعمل بوتيرة متسارعة من أجل بناء دولتنا وبناها التحتية ومؤسساتها الوطنية والسيادية. وقد أحرزنا تقدماً حقيقياً على الأرض، وبشهادة العديد من الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسنستمر في جهودنا وعملنا وبدعم الأشقاء والأصدقاء لجعل تلك الدولة حقيقة واقعة وصرحا شامخا ملتزما بالمعايير الدولية في ظل سيادة القانون والشفافية كدولة قانون ديمقراطية وعصرية. وفي هذا الإطار نثمن الجهود التي تبذلها مجموعة الدول المانحة AHLC برئاسة مملكة النرويج، ونحثها على الاستمرار في دعم حياة أفضل لشعبنا وبناء مؤسسات دولتنا. إن انضمامنا أيها السادة، أي السيدات والسادة، لعضوية المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية ليس موجهاً ضد أحد، ليس موجهاً ضد أحد، إنما هو إجراء يهدف لصون حقوقنا وحماية شعبنا وموائمة قوانين ونظم دولتنا مع المعايير الدولية ولصقل شخصيتها الاعتبارية والقانونية. هل هذا خطأ؟ أما على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني فنحن مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا، ولن نسمح بحلول مؤقتة أو دويلات مجزأة، ولن نسمح لمن يحاول هذا أن يفعل هذا، وسنسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. سيد الرئيس، إن فلسطين بلد القداسة والسلام، مهد المسيح رسول المحبة، ومصر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين. فلسطين هذه لا زالت تبحث عن السلام، أرض السلام تبحث عن السلام، وشعبي يريد أن يعيش في وطنه بأمن وأمان ووئام واستقرار وحسن جوار مع جميع دول المنطقة كافة كلهم. ويشهد على ذلك إسهامه الحضاري والإنساني والثقافي والروحي في المسيرة الإنسانية منذ بدايتها. وبالأمس القريب وتحديداً في 17/5/2015 تم اعتماد قديستين من فلسطين، هما ماري ألفونسن كغطاس ومريم بواردي، وذلك من قبل قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس في حاضرة الفاتيكان وبحضور عشرات الآلاف من المؤمنين ومن أرجاء المعمورة. وتم في ذلك الوقت رفع علم فلسطين على مقر الكرسي الرسولي والاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما تم توثيقه في الاتفاقية التي تم توقيعها بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين. أرجو ممن لم يفعل أن يحذو حذو البابا. إننا نطمح أن نرى دولة فلسطين المستقلة تأخذ مكانها بين الأمم، وكلنا ثقة واطمئنان بأنها ستسهم إسهاماً فعالاً في صنع القرار
والتقدم الاقتصادي والثقافي والحضاري والإنساني الذي ستكون له آثاره الإيجابية على شعبنا والمنطقة والعالم. فمن فلسطين وبفلسطين يكون السلام. من أراد أن يبحث عن السلام فمن أراد أن يبحث عن السلام ويحارب الإرهاب يبدأ بحل المشكلة الفلسطينية، عندها يبدأ كل شيء أو ينتهي كل شيء خلاف ذلك. وإنني أنتهز هذه الفرصة لأعبر باسم شعبي عن شكرنا لكل من صوت من دول العالم في العاشر من هذا الشهر لصالح القرار الذي بدوره سيمكننا اليوم من رفع علم فلسطين في مقر الأمم المتحدة. واليوم ليس ببعيد إن شاء الله عندما سيرفع علم فلسطين على أسوار القدس عاصمة دولة فلسطين. كما لا يفوتنا أن نشيد أيضاً بقرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة التي دانت الاستيطان ومنتجاته وأكدت على حق شعبنا الفلسطيني في أن يكون له دولته المستقلة ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل التي نعترف بها وهي لا تعترف بوجودنا، ووافقت كذلك على إنشاء لجنة للعلاقات مع فلسطين. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد واصل عدد من الدول والبرلمانات الأوروبية اعترافاتهم بدولة فلسطين إقراراً بحقنا في دولة مستقلة. وفي هذا الصدد نوجه الشكر لمملكة السويد على شجاعتها واعترافها بدولة فلسطين. وإن على كل من يقول بأنه مع خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة فقط. ما دام تعترف بحل الدولتين، لماذا لا تعترف بالدولة الأخرى؟ وإنني اليوم لأدعو دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد أن تقوم بذلك، ونحن على ثقة تامة بأنها ستفعل إيماناً بعدالة هذا الاستحقاق لشعبنا وقضيتنا. إنني من هنا من مقر الأمم المتحدة وفي ظل الأعياد الدينية أتوجه بدعوة صادقة إلى الشعب الإسرائيلي من أجل سلام قائم على العدل والأمن والاستقرار للجميع. كما أدعو مجلس الأمن والجمعية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان. أرجو أن يتحملوا مسؤولياتهم قبل فوات الأوان. تعلمون جميعاً أن الحكومة الإسرائيلية أفشلت الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس أوباما في السنوات الماضية، والتي كان آخرها الجهود التي قام بها الوزير كيري من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عبر المفاوضات. إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية ومواقف رئيسها وأعضائها تؤدي إلى استنتاجات واضحة بأنها تعمل جاهدة على تقويض حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يوجد أي تفسير آخر. إننا نرحب بالجهود الدولية والأوروبية بما فيها المبادرة الفرنسية الداعية لتشكيل حكومة دعم دولية لتحقيق السلام. وقد أكدت الدول العربية في قمتها الأخيرة تأييدها لإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن
المعايير الواضحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 67 وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في مفاوضات من أجل المفاوضات، بل المطلوب إيجاد مظلة دولية تشرف على إنهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية. وإلى حين ذلك فإنني أطالب الأمم المتحدة وأطالب السيد الأمين العام ورئيس الجمعية بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا الفلسطيني وفقاً للقانون الإنساني الدولي. نحن نطلب حمايتكم، نحن نريد حماية، نحن بحاجة إلى حماية دولية. لا نستطيع أن نستمر في هذا الوضع، الضرب يأتينا من كل جانب والاعتداءات من كل جانب ولا نجد من يحمينا، لا يوجد إلا الأمم المتحدة. نحن قدمنا طلباً بهذا منذ فترة، نرجوكم، نحن بحاجة إلى حماية دولية. السيدات والسادة، لقد حاولنا إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقات الموقعة والتفاوض وفق حل الدولتين من خلال الاتصالات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. نحن لنا اتصالات مباشرة معه، وعبر الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة أعضاء اللجنة الرباعية وغيرها من الأطراف، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أصرت على استمرار نهج تدمير حل الدولتين وتكريس نظامين في أرضنا، تكريس نظامين، نظام الأبارتايد المعمول به حالياً على الأراضي دولة فلسطين المحتلة تجاه الفلسطينيين من جهة، ونظام آخر ذي امتيازات واسعة للمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى على أرضنا. الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 فيها نظامان، نظام أبارتايد ونظام آخر فيه امتيازات كثيرة وواسعة للمستوطنين. هل هذا يجوز؟ هل هذا ممكن؟ نحن نسأل الأمم المتحدة. لقد نصت اتفاقية أوسلو أيها السيدات والسادة الانتقالية ومرفقاتها والاتفاقات اللاحقة والموقعة مع إسرائيل على أن يتم تنفيذها خلال 5 سنوات، تنتهي في العام 1999. بماذا تنتهي؟ بالاستقلال التام لدولة فلسطين وزوال الاحتلال الإسرائيلي عنها، إلا أن إسرائيل قد توقفت عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق المصنفة بي وجيم التي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية وبما فيها القدس، وبدلا من ذلك زادت من نشاطاتها الاستيطانية في كل مكان وخرقت كل الاتفاقيات الموقعة، وبعض هذه الاتفاقيات موقعة من قبل رئيس الوزراء الحالي، إذ أنه منذ خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، الرئيس أوباما ألقى خطاباً في القاهرة عام 2009 والذي دعا فيه إلى وقف الاستيطان، ماذا كان الرد الإسرائيلي؟ زادت الحكومة الإسرائيلية الاستيطان في الضفة والقدس بنسبة 20% ضاربة بعرض الحائط التزامها بعدم القيام بأي إجراء غير قانوني وأحاد الجانب من شأنه، وهذا متفق عليه أيضا، أن يجحف بالحل النهائي كما استباحت، بالإضافة إلى المناطق الأولى استباحت المناطق المصنفة ألف التي المفروض أنها بداية الدولة المستقلة
وهي الأراضي الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة والتي أقمنا فيها مؤسسات دولتنا. أيضا إسرائيل استباحت هذه المناطق، كما وأن إسرائيل ترفض مراجعة الاتفاقات الاقتصادية التي تتحكم بقدرة قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطور والاستقلال، مصرة على فرض الهيمنة على اقتصادنا أسوة بالهيمنة العسكرية والأمنية، هيمنة أمنية وعسكرية واقتصادية، ورافضة الحق الفلسطيني في التطور والاستفادة من ثرواته الطبيعية. وبذلك تكون إسرائيل قد قامت بتدمير الأسس التي بنيت عليها الاتفاقات السياسية والأمنية، علاوة على ما قامت به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من إجراءات أدت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق استقلال دولتنا، وغيرها من الانتهاكات جعل الوضع غير قابل للاستمرار. لهذا وبناء على ذلك وبناء على تلك المعطيات، لهذا فإننا نعلن أنه ما دامت إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة معنا والتي تحولنا إلى سلطة شكلية بدون سلطات حقيقية، وطالما أن إسرائيل ترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى وفق الاتفاقات معها، فإنها لا تترك لنا ولا تترك لنا خيارا سوى التأكيد على أننا لن نبقى الوحيدين ملتزمين في تنفيذ تلك الاتفاقات بينما تستمر إسرائيل في خرقها. وعليها فإننا نعلن أنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقات الموقعة معها، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره، وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في شهر آذار الماضي محددة وملزمة. ما دامت إسرائيل لن تلتزم وهي قضت على كل الاتفاقات، نحن لن نلتزم، نحن غير ملتزمين من جانبنا، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كاملة. وهذا قرار من البرلمان الفلسطيني، أعلنه الآن. نحن صبرنا منذ آذار الآن لعل وعسى، لكن يبدو أنهم لا يسمعون الحقيقة، وبالتالي هذا قرارنا. لا تلتزم إسرائيل، لن نلتزم، وعليها أن تأتي كسلطة احتلال لتتولى مسؤوليتها كما تريد. إن دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 67 بعاصمتها القدس الشرقية هي دولة تحت الاحتلال، نحن تحت الاحتلال تماما، كما كان الحال لدول عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، علما بأن 137 دولة 137 دولة اعترفت بدولتنا، يعني 4 أضعاف الدول التي اعترفت بإسرائيل. 137 دولة اعترفت بدولتنا، وهناك إجماع عالمي على حق شعبنا في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله. وأذكركم بقرار الجمعية العامة سيد الرئيس رقم 19/67 لعام 2012 الذي أكد بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وأن المجلس الوطني هو برلمان دولة فلسطين. إذا ماذا بقي على إسرائيل إلا أن تنهي هذا الاحتلال ونعيش جنبا إلى جنب دولتين جارتين. مرة أخرى
إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار. إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسوف نبدأ بتنفيذ هذا الإعلان الذي قلته بالطرق والوسائل السلمية والقانونية. لن نلجأ إلى عنف أو غيره، سنبدأ بتنفيذه بالطرق السلمية والقانونية. فإما أن تكون السلطة الوطنية سلطة ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كاملة. وفي نفس الوقت والتزاماً منا بمبادئ القانون الدولي، فإن دولة فلسطين سوف تستمر في مساعيها للانضمام للمواثيق والمنظمات الدولية كافة، جميع المنظمات الدولية من حقنا أن ننضم إليها كافة، لأننا بذلك نوائم وضعنا مع القانون الدولي. وسوف تمضي قدماً في الدفاع عن شعبها الواقع تحت الاحتلال عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، إذ أن دولة فلسطين الآن طرف متعاقد سام لاتفاقات جنيف لعام 1949، وطرف في نظام روما الأساسي، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية، نحن أعضاء في الآي سي سي، ومن يخشى القانون الدولي والمحاكم الدولية، من يخشى ذلك عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم. نحن لسنا غاوين أن نذهب إلى المحاكم، المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الاعتداء يجبرنا على أن نذهب، وسنذهب إلى كل المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية. سيد الرئيس، السيدات والسادة، رغم كل هذا إنني لازلت أمد يدي للسلام العادل الذي يضمن حقوق شعبي وحريته وكرامته الإنسانية، وأقول لجيراننا أبناء الشعب الإسرائيلي، إن السلام مصلحة لكم ولنا ولأجيالنا وأجيالكم القادمة جميعا، وإياكم والذاكرة القصيرة. فالانغلاق على الذات مدمر، وكل أمل بأن تعيدوا قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وأن تقبلوا للشعب الفلسطيني، ما تقبلوه لأنفسكم. عندئذ ستجدون بأن تحقيق السلام سيغدو في المتناول، وستنعمون بالأمن والأمان والسلام والاستقرار. فهذه القيم هي ما نسعى لتحقيقها نحن أيضا لشعبنا الفلسطيني. مرة أخرى أشكركم على حسن الاستماع سيد الرئيس، السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.